تسكو أغلب المشاريع الخدمية في ديالى من الإهمال والتلك، فعلى الرغم من الأموال الطائلة التي رصدت لها في السابق، أدرجت الآن ضمن المشاريع التي باتت تعرف بغير المجدية. أنجز أغلبها وكان مصير بعضها الإهمال، معضلة أغلب المشاريع في ديالى، فما بعد الإنجاز لا تطول كثيرا خدمات هذه المشاريع بسبب عدم المتابعة المستمرة من الجهات المستفيدة من دوائر الدولة أو حتى من قبل الشركات المنفذة. للأسف الكثير من المشاريع بعد أن تنجز بشكل صحيح أو بشكل كامل يصير إهمال وراها. يعني هواية من المشاريع اللي إذا نشوفها كملوا بنى التحتية مالتها وانجزوها، سلموها لدوائرها أو سلموها للشخص اللي صاحبها، الدائرة ما تتابع. يعني اكو اهمال دا يصير هدر بالمال العام. فيما برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة المشاريع غير المجدية والتي تصرف عليها أموال طائلة دون أي جدوى، خصوصا فيما يدخل في تهديم الأرصفة وإعادة بنائها من جديد أو تبليط طرق هي في الأصل معبدة. يعني هناك مشاريع تقدم عليها الحكومة أو الإدارة المحلية لمحافظة ديالى غير نفعية لا تصب لمصلحة المواطن، مثل يعني مشاريع أرصفة ومشاريع تجميلية فقط، وبعد ذلك تهمل. أيضا هناك مشاريع نفعية لكن أيضا دون متابعة وتهمل من قبل الإدارة المحلية وربما تندثر ولا يستفاد منها المواطن. مشاريع غير نفعية تصرف عليها أموال طائلة وأخرى تندثر وتستنزف أموالا دون تخطيط ومتابعة بسبب إحالة هذه المشاريع إلى شركات غير رصينة. ياسر عبد عذاب، الرابعة، ديالى.